السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. انطلق شوطنا السابع والمخصص للإبكار الحقائق، والمسافة هي 4 كيلومترات. نتابع هذا الانطلاق، نتابع هذا الاندفاع في هذا المساء، كما شاهدنا في هذا اليوم شاهدنا هذه الرموز، أيضا رمز عند بالعرج ورمز عند بنطينان في هذا المساء الجميل في مهرجان المؤسس. نتابع وإياكم انطلاقة شوطنا السابع، يا سلام بهذا الانطلاق والاندفاع في هذه اللحظات. نتابع أيضا هذا الشوط وجائزته نيسان بترول ستيشن للفائز بالمركز الأول. نتابع وإياكم هنا الاندفاع والانطلاقة والمقدمة مع الحصينية، الحصينية لخالد بن شفيع بن سعيد بن شفيع المري مع المركز الأول ومع المقدمة، يا سلام هنا بهذا الانطلاق والاندفاع بينما المركز الثاني والمركز الثاني. نتابع هنا المركز الثاني انطلاقتها ومع هذا الاندفاع. نتابع صاحبة المركز الثاني اللحظات لناخذ المركز الثاني في هذه اللحظات. هنا هذا الانطلاق، نتابع اللي هي جلمودة لفهيد بن علي بن فهيد المري بينما وضوح أيضا قادمة لمحمد بن سعيد بن فهيد الحنيتم المري، يا سلام المركز الرابع. ومن تصنع المركز الرابع اللي هي شدايد البخيت بن ناصر بن محمد الشنجل المري. والمركز الخامس، نتابع المركز الخامس واللحظات لناخذ صاحبة المركز الخامس اللي وصلتنا اللي هي أيضا هنا بهذا الانطلاق الذيبة لسالم بن جابر. هناك الذيبة لسالم بن جابر بن حتروش المري. هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى، الخمس المراكز الأولى انتصفت المسافة. وها هي أيضا وضوح، وضوح الناموس، وضوح الفوز، من سجلت أيضا في هذا الموسم في رصيدها سيارة، وضوح، وضوح بن حنيتم أيضا من شهدناها، شهدناها بسجلها الحافل مع بن حنيتم. وركز، ركز يا بن سلعان أيضا ركز مع هذا الانطلاق بينما المركز الثاني، المركز الثاني هناك الحصينية لخالد بن شفيع بن سعيد الشفيع أيضا مع المركز الثاني. المركز الثالث جلمودة، جلمودة لفهيد بن علي بن كاظم المري وبقيادة سالم بن فهيد بن كاظم أيضا من دولة الكويت الشقيقة، يا سلام للمشاركة هنا في مهرجان المؤسس. ايضا المركز الرابع الوصول من شدايد بخيت بن ناصر بن محمد الشنجل المري، والتسلل قادم، التسلل من الذيبة لسالم بن جابر بن حتروش المري، يا سلام شوفوا الكم الهائل، شوفوا القدوم، شوفوا الاندفاع، شوفوا اللي قادمة راهية، سالم بن عنزان بن خاتم العنزان النعيمي، يا سلام يا سلام الله. أرى هذا الشوط، أرى نار تلتهب مع 1200 متر الأخيرة، الله يا سلام. مراقبة أيضا قادمة لإشعار البرنس محمد بن طالب بن عقيل قادمة على المركز الرابع، ولكن بنعود أيضا قدوم آخر مع مذخورة لراشد بن محمد آل سعد الدعبة، الدعبة يا سلام يا مذخورة قادمة من أيضا حققت أيضا أفضل توقيت زمني في المحلي الماضي، الله. ولكن وضوح، وضوح، وضوح لمحمد بن سعيد آل حنيتم وصاحبة السيارة في المحلي الرابع. هنا الفهيد بن علي بن كاظم أيضا قادم مع أيضا هذا الأداء، وجلمودة، جلمودة، جلمودة على المركز الثالث بدأت تشكل الخطر الكبير، الله يا هذا الشوط. شاهد يلي بتشاهد الذيبة لسالم بن جابر بن حتروش، ولكن نعود، الله يا أهل الكويت، الله، سلام، سلام مع جلمودة ومع مالك جلمودة بهذا الأداء، وميدان الشهيد يحتفلون، يحتفلون أيضا بهذا المستوى الرفيع مع سالم بن فهيد بن كاظم. من يتابعها، من يتابعها، البرنس قادم، البرنس مع مراقبة محمد بن طالب بن عقيل، ولكن الله، سلام، سلام، سلام عليكم يا أهل الكويت، سلامي عليك يا أبو فهيد، سالم بن فهيد بن
الكاظم ايضا مع هذا الفوز والاحتراف مع ايضا اداء جلموده. سلامي على جلموده وعلى مالكها، سلامي عليك يا ابو فهيد سالم بن فهيد بن كاظم. المري ينتزع السياره، يستاهل الفوز والناموس. المركز الثاني من فاجاتنا في الامتار الاخيره بطشه لسالم بن جابر بن جبران. المري المركز الثالث، المركز الثالث الذيبة سعيد بن بطيب محمد الحسنة. المركز الرابع، المركز الرابع مراقبة لمحمد بن طالب محمد بن عقيل النابت. المركز الخامس، المركز الخامس الذيبة لسالم بن جابر بن حتروش المري. سلامي عليك يا بن كاظم. ها هو بن كاظم مع جلموده ينتزع نيسان بترول، ايضا نيسان بترول ستيشن. يستاهل الفوز وسلام لأهل الكويت على هذا الفوز. والتوقيت الزمني 6 دقائق و3 ثواني و5 أجزاء من الثانية. تهانينا لفهيد بن علي بن فهيد بن كاظم المري من فاز في هذا الشوط. المركز الثاني ايضا وصلت بطشة، توقيتها الزمني 6 دقائق 4 ثواني و16 جزء من الثانية. تهانينا لمالك بطشة. أيضا سالم بن جابر بن جبران المري المركز الثالث، المركز الثالث الذيبة توقيتها الزمني 6 دقائق 4 ثواني و36 جزء من الثانية. تهانينا لسعيد بن بطيب محمد الزعبي. تهانينا والناموس لجميع